الامتحان ديال 2024 تقريبا بقى لنا غير شهر الامتحان ديالو. هذا العام هذا كنعرفوا كاملين كان سنه استثنائيه مع الاضرابات. العام تقريبا كامل داز غير مع الاضرابات. خلى التلاميذ ديال اولى بكالوريا ملي قرب الامتحان ديالو اغلبيه الوليدات التارفين ما عارفين مين بداو بريبارا. حاليا كتفصلنا فقط الشهر على الامتحان ديالو، اغلب التلاميذ مازال ما بداوش. وحتى اللي بدا ما عارفش داك الشيء اللي ضابطه، واش غينفعو نهار الامتحان الجاي ولا ما غينفعو. الا كنتي تالف ما عارفين تبدا البريباراسيون، اولا محتاج لوجهك وتخدم معاه جماعات. دير الاشتغال مع التلاميذ بشكل يومي، لايفات ماراثونيه، جوج لايفات في النهار خلال هذا الشهر الاخير. هذا ديال جوج هاد لايفات هادو هو نوجدوك مزيان الامتحان الجاي. نعاودو معاك الدروس ا0، ديروا معاك التطبيقات في امتحانات جاويه، واهم حاجه التواصل اليومي عبر الواتساب للاجابه على التساؤلات ديالكم والتوجيه ديالكم في الامتحان الجاي. لو كنتي محتاج لهاد الخدمه هادي اللي كتكون بشكل يومي عن طريق جوج ديال لايفات في هذا الشهر الاخير، فخلنا فقط كلمه ديال دوت كوم في هذا رقم الواتساب هذا، ومرحبا بكم معنا في هذه المجموعه اللي كنشتغلوا فيها بشكل يومي. دوت كوم تهلاو فراسكم اخوتي.